تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية تعود واقع القضية إلى معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتجلابين، مفادها وجود شخصين بصدد ترويج وطرح أوراق نقدية مزورة للتداول على متن سيارة. مباشرة تم وضع خطة محكمة لغارة توقيف عناصر الشبكة وتشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة لرصد المركبة المشبوهة. أفضت العملية عن توقيف شخصين وحجز 199 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، سيارة سياحية، هواتف نقالة. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من مجريات التحقيق.